العراق تعقيبي على كلام الاخوه الاطاريين ولا الاخوه التيارين. احنا بالنسبه لنا كشعب عراقي، تشرين شعب عراقي، بالمناسبه احنا كمعارضه تشرين ما نصب نفسنا ناطقين باسم تشرين. اي واحد يجي يمك ست ضيف يجي يمك بالاستديو ويقول لك يحكي باسم تشرين، هذا ما مخول يحكي باسم تشرين، هذا جماعه القوط، ذول جماعه الصدق ولد السفارات، ذول اللي باعونا بالتحرير 1-10 وعلسونا وخلونا بالأزقة والشوارع بالسعدون وبالطيران، وكذلك على سريع محمد القاسم كاسة ماي ما اعطونا ست سحر كاسة ماي، لا ودونا أكل، لا عرفونا وين صايرين، يدرون أكو قمع علينا ذول النواشيط، ماكو ذول النواشيط اللي أكثرهم قاعد تستضيفينهم ويسوون رواحهم ناطقين باسم تشرين، وهم تشرين منهم براء، واتحداهم ينزلون بالساحة ذا ما تشرينين راوهم الويل والله العظيم. ذول ثبتوا ولاهم للأحزاب الإطارية، ذول ثبتوا ولاهم للميليشيات، ذول اللي علسونا اللي باعونا. يعني احنا جينا بكل سلمية ناس مواطنين، جينا على حب الله قلنا لكم نريد نسقط النظام، تروح تخابر لضباط النظام وجلاوزته ووزرائه وتطلب من عندهم الاذن، انت وين لقيت هذا الحكي؟ على اي اساس انت تستند؟ تقول لي هذا سقط النظام وتالي متالي تسوي لك بيان وتنسحب؟ عم انتم لا تشرينين ولا يحق لكم الحكي باسم تشرين.